وبعد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. معاذ بن جبل جل فرموت الساحبي صحابة المسكينة فينه من فقهاء الصحابة كانوا فين فيه لهنية مرتال وانكين اللي فرميت الصحابة وفيه كي الدقال كين اسروك اختم بالله تاكو نبرين ان اسروك اختم بالله يلي فرميت اللي سفر عندنا وكا كا ديوك ما تسريك اتاك ما تسيي يم حالو اللي سفر عندنا انهم ديك المنة هم احسايا انا من سين قعدت ما تين بحتها وياي من قوي أما رسال لي قد وقاق الزوتها قد مثلا لنا أخبار داري كرغة ما حساس لنا مكولين داري كرغة ما حساس وسو قول دايق ما حسيه يعني أما رحنا مكتين ما حسيه لقلت: يا رسول الله، اللي فرمويت عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام يهو رفعي يهو راقسي جنة يهو حلسي جرك يهو تدير ويتحت نيك أنت ما يهو رفعي متى مقتنك نيكو إدقال المهو يكون المهاسر منه في الهلوك نمي آسر وقحيم بنا جنتا ويدين تقول رسان تحت قريم تنين مجد جرك والي قحانا كي جنة فلانا ما توتا ما يهو رفعي يلي فرمويته عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم نبهتني من يوقف وترسم جفت تحتني جنة يدحو اللي قرأت يدر يعني إن السروع تاما عندك مهنة يوترسم جفت مثلا دينين كي حتى هميتين تحقي أنا قبل قرأت والي حان قدي جنة حلون. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه جفت مرحبا يا إيه، لكن يلو اللي رب حسيني أنه الدم حسامة ليسير على من يسره الله عليه. أكل تنبول لي مي أماني من أمان ملتا مرم حسا وكذيب من أنهم كانوا مي سهل قال متى إلا اللي سهل سيني أمرا كويته. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. أفاك أن خيته يلا تعبد مي شرك سوغة تتلوى يتام دعوة الرسل أن خيته اللي تميتمي تعندرا تعبد الله لا تشرك به شيئا. يلا تعبد ذوك تعبد عبادك حق السماء شرك كات هوا يتاما وكلي كات هوا يتاما. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد بعثنا يلا رميه في كل أمة رسولا كل أمة رسول ابن أمان أمة لا رسول ابن هنا وكا ورسولك كما تمي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يلا عبوداي يلا خليه مكدرة سهل كما تيه. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يلي في نبيك عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك محمد وقل وحيه وبسنمي وإلى الذين من قبلك وففلت ميتهت الأنبياء رسل قاد وحيه وبسنم لئن أشركت ليحبطن عملك. يلا الشركة هيتكيت أهو بيلي ما يتام قبع يسل تمنكي وخبير يلا شركة تهاني. ولتكونن من الخاسرين ولتكونن من التوكيد الثقيلة توكيد يلا تهي فسا رب لا أكدت بجها يلا شركة هيتكي فلاح ما يتحسى رب لا يمت الصلاة. ولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. لا تشرك به شيئا يلا الشرك معنا توكل على احد الناس الشركة وتقيم الصلاة ولا تكفر دين تحت من نفسه لسه زكاة الدروي وتؤتي الزكاة لكن صلاة الدروي تقيم الصلاة صلاة اللي فر دين تحت من الأباح أتوفي اللي تقتل إن لك ما بنا يا معنا
yang difarmai Ta'ala salatu wassalam mimbar Rasul lagi salah si nombor seolah ini yang turui mimbar Rasul sinam ini kita tawalik gabi suyu dapat turui mimbar ke jirgi rohut bayi tu mimbar dapat suyu dapat si alaih salat uruk dapat Allah sinam ibu luyi waka sallu kamara aitumuni usalli tawa iyo salat Allah basulah inna habah ايتين هل فضل ان الماء بنا ايتين هل تقل الماء بنا اي ثلاث معنا يوتو الا مقبول لاتين ان تمنى لبي الصحابه ولا بخصوصين الثل والثلاثين الى طلع فانا يلي فرموا الصفات ثلاث صفات بنا لم تكن راعينا انه ثلاث شخص فبكون انه تختلف شخصين تابع تقيم الصلاة ثلاث اللي فرد ما ان القول السامة وتؤتي الزكاة مال تيلي زكاة كفية هنية مال تيلي كي زكاة كادة تحيني وتصوم رمضان رمضان التيماتي هنية وقتاد الصوم الكامة يحب لنا مرنا وي يدنا نتكام بس جانة يدحو لنا بيرك والد بيك حانتا وموك يدنا بنا ماي وتو وتصوم رمضان رمضان يصوميني ميلي مقتي نحتا وي ثم فترت على عيني مري غيره اللي غيره اللي والمون وانا ما نقتني ثاني انا زحلون وانا ما حقت لي ثاني اللي فرمت له وين دي ماي هنا جنتك يا زحلت ويتا غيرك يا دوا تيمون وانا هين ورته حبي وهري مخ يا ثاني قوم ثم جاي ثمانين رمضان مفترك راه ان عذر النم ما عاف مقولا عذر عيني النمو تدينا في مدى يدغيني يلا لكن جرك الدوالي مو محسن الثاني جنة الدحل وام محسن الثاني ما جنة أتى عدم تب جنة الدحل أصلا يصوم رمضان أصوم وأنا مقتني الثاني كي يصوم وصل ما بيت محقق هني الناس وتحج البيت حج كادو أبتما ما تحج فانا البيت هكي يا ما بيت الله الحرام ودودة هنيه أنه دودة هنيه إن استطعت إليه سبيلا يعني جبريل دودة هنيه آخرتك عجلته مالك عجلته جيتك هذا أمانة يلي السلامة يلي كي كون مواجب اللي يمكن حجي فهمالك دودة اللي مي عافيتك دودة اللي مي جيتي أمان يحكيمي بربارك إني مستبقى تسدو عن قيد انتكي واجب فرض الملك حجي ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير وصف هنيه نسره قوة سهية اللي فرمت عليه الصلاة والسلام قوة حصول يخير بابته قلت برا يا نبي الله يلي فرمت ويه ورثيه يلي نبي قال الصوم جنة الصوم جنة يا نما صوم يا نم قرق بقاية قرق والكوها تحتنمي قال جنة يستجن بها العبد من النار رواية تحتينا لك هي نم قرأك الدين بوع الرهن من تحتينكم قرأك والدك حيني جنة يا نم ترسي قوبو قرأك قوبو يا نم صومو والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقاء حيني ينمي بنا زنتيا به ينزن بالمقبل الساهية ليه جراك عبد السنة يا حيني هني صدقاء أطبت السلطة ثانية تنهولا كي زنبيا في السلطة ثانية تطفل أخبيتا هو السلطة ثانية تنجرا ليه تكعب عبد السنة وصلاة الرجل من جوف الليل ننقاد سنان دين الثانية وصلاة أبا ما يام الليل أبا هني ثم قرأ تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كاية تقريه هي اللي فرمت عليه الصلاة والسلام مؤمنين هني مرتبين يا وقت تجافى جنوبهم عن المضاجع ثم تنقلي يتحقى حتى لمهما حتى يبروا بتعنيه يلا يدعون ربهم خوفا وطمعا يلا دائما قدينا ناهي خوفا يلا من ستة يلا كرح من ستة وطمعا
يلي جنات عابدة ومما رزقناهم ينفقون ننكين إن حينا ما لا يساعد يسين اسميه سيدي أنا حلويلة هنيا مرة سلسانية مرة ينفقين كنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس بنا زنتين اسميه ما أخفي لهم جنة الكاهي وعليهن يلي وكابوا لهم من قرة أعين انتو لم حسام ايانا تدر تحيه نيجي انتو لم حسام اكيه انتو لفا تحتنم يوه جزاء بما كانوا يعملون حسن الدنيا لابق جينيه انك بقح تحتين هباهي يلي جانا لكن كينك وعليه لكن ما لقلون من دي رحمان لكنا اخبرنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ألا أخبرك برأس الأمر آذينك أمهم مثلا رأتان كهو رتو وعموده عمدك مثلا رأتان كهو رتو وذروة سنامه بروجك أمهم مثلا رأتان كهو رتو قلت برا يا نبي الله يلي فرمو يتوائف ورسيه وحيه قال رأس الأمر الإسلام إسلام النية آذينك أمهم مثلا رأتان معنى توحيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله ينعن ده إسلام تانهني مدينة فلانهني فهو دينك أمام مثل هرعتا ما يرجع أنهم بعملي توحيد ويدينك أبكو مثل هرعتا لعملي نمو ينفع عملي قال لك رمضة عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله قبل تيابهنه وقال يا مسا كنوية ما تيهي يؤتى للرجل يوم القيامة وتنشر له وينشر له 99 سجلة كل سجل مادة البصر بيا مسا في يلي فرميت عليه الصلاة والسلام نم بهاناها كتب قايحيني كي كتب قايحيني كتب بس قايحيني عن أمان كتب تغلطة وانكي تغلطة القايحين 99 سجلة كل سجل مادة البصر أمان كتاب توك توكو فكت عنيني وقا أهنمو لحا اللي يمكي بيها كيه نبنا تدخل أم بلوك مراكا انتحا إليه اللي قلت له تكتاك يا دي ترى ليس فيه شيء من الخير قبط توك توبا سغلطة بانكيسة قالت تكيمي نبنا نمو كتاك انتحا إليه اللي قلت له ورقة تكتاك باتاك ما دي دخل نبنا كتاك خير كل مصبوطة انتي بريئة هيني هو شرك ترى كل مصبوطة خلاص أسبوع جيران مكتها جيرة إيه اللي كه يعني قال تمام يفي تو بقى راتين مالي كه يعني كلا معانا كي تل تني ما تنيه يعند دي مكي إن كي تسيتها أصل بمعنى كي نك تسيتها دبق باه ملك أسوتها رارق باه ملك أسوتها تهداي تل باه ملك أسوتها أين كه ملك أسوتها تني سندرو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا ما لهذا الكتاب أمنا كتابات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عندما حبيه ميني أنا بتامون قدام حبيه ميان إن كيف واهينك كلهم هبالتين اللي كان كتابتين متين وثم هبالتين كهينيا حبيب وكي يبلي وكاسته ووجدوا ما عملوا حاضرا والدنيا لبينها انت محاضر فوح الكينك ما حسن ولا يظلم ربك احدا لنمو الميزر ما ولكن الناس انفسهم يظلمون يلا كينا فينا انت بليسي تظلمك لها يلا نمو الميزر ما رأس الامر الاسلام توحيد ونمو يلا كاسرها هل لك من حسنة معانيه لكل توية هو بالتكي سغلا تبان كي سغلا تبان كتاب الكهف آهلي معاني سكو مسجن ننكيو معاني إنك كتاب أنا معيها وقريبا من معيك يدى حي لك كيبلي قريبا من معيك يدى حي لك كيبلي ترى فوح الوقتها إنيها وقترف حي لك ينبول لهم كتابا كي كتابها تو في توبق سغلا تبان كي سغلا لقريئها معاني سكو لك مسجن كي شارك خلاص أنا تها جيرها جيران مرفلوي من الناس هكذا يلي معناه بالتمايل توفى في يوكا لا يا ربي
متني يلي فر يلا ما بيني يعني ما بيني تبغى يعينه خلاص غير غيري أنا ما صغير نيات مالي معاني أبوه يتكت برضو وقت نية أنا قلت ما تي أنا أبيه ماني معاني هبليه ما قال فيو قاله في بساقة يلي بساقة بل عنده بتكت بساقة هاي منجي عادة بساقة يعني ما يجي متحلها تورس برضه فيها لا إله إلا الله ورا سلام معانك قال قدام حسين ما لله اله الا الله يا عند رسول كلمه بس كيف تنتم وسبو يلي بلا ان لك عندنا حسنه نيلك المعاني برلي تهبط يا وكا يلي اغا هو هو او معانك تو ثاني تنكها تغلط طبعا كيف غلط كتاب المعاني في مكاد يا مات واهنيه يلي هو بتاع بركه حيها لا اله الا الله يا عند رسول كلمه ني انا ميتاك اخرب دهاي فيقول يا رب ما هذه البطاقة امام هذه السحف ابقى اقبر محلي عليه يا اقل دكتور اقري ميزان ضحك ويدا تنيتا وقع دوك لا اله الا الله لتا العندو والاقبر محلي عليه رب محلي هذا لك يلي وهن المتعلق يا ميزان ضحك وقعوك هاي سناني مكتا ميزان فانا كاثر سنيني وقصو من يلقى السنمي أو ساق ميزانه ثم بقى آخر دكتور أي دك على لقي دك ميزانه بيل نيلقى قال فتوضع البطاقة في كفة في كفة اليمين والسجلات في كفة اليسار فتاشت السجلات فثقلت البطاقة اللي فرميت عليه صلاة ميزان هاي هنهني وقام يجيب من ميزان لا يبطاقه بشي اللي قري ميزان لا سغلا تبان كي سغال يكي هني ين كتب هيها وكا وكتب عران وكا عران دب ابي ساغا تاي اردك دب سغا ميزان عوك مثلا عندو وراكي دائت الميزان على السوقار على سيدنا راك قال ولا يسول مع اسم الله الشيء يلي فرميت عليه الصلاة والسلام يلي مقاع عوكا في السلام متى نهي رأس الأمر الإسلام توحيد أنا توحيدي أوي أبي التكي أماني بايهاني هدحتي من محاي توحيدي لا إله إلا الله عنقرة وعنقرة شروط جيسي سيسو جيمي تيت التامة جيسي سيسو جيمي وعموده الصلاة هذين كادوا عمده تنمين صلاة عمدتاك الدقي اللي عريض صورة مرعة ثلاثة النيان ديني كادوا منولك مرعة وفي النقلة وذروة التنامه الجهاد في سبيل الله برود لحق عرم عمي دين عرم على الانعكاد صنه جهاد في سبيل الله ووقاه ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله وجه الشاهد تحكى قولك انكيها مترع تامتها انكيه وبرتقوه ورسوه يلي فرمت عليه السلام قلت بلى يا نبي الله يلي نبي يوه ورسي الحي قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا سر ربك هي اللي فرمت لكن كثير في قطعه تنكو ورسويو كان كيف تكو برضو تنكو ورسو يهو ورسي يعني هو كا سر ربك هي اللي فرمت عليه الصلاه والسلام كف عليك هذا سر ربك تبي يستنيني كيف تنكين وليه لكن كثير في قطعه من مهر ربك يديني ثلاثه وانا في قطعه سوم وانا في قطعه حجي قال انا مخلفات القطعه نو صلاته هي ماتي حمابك ماتي ربك كبرته صلاتك يا حميد سلام حميد أبي صوم يعني معك سواسيه ليك سواسيه لكن سلام حميد سواسيه مدود حج السفر هيسيبوا لك بك يسمى لي يعني ولا هاي تفك القاب سلام حميد يا أبي يعني كاه ما بيش بيرا بحي حمابي في سنبي الربط في نفس عيش قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم معاذ بن جبل كافي يمين ننو أرابها يا ونحن يا بل يلي ناد بلليه كان اللي بل مقل مسلم قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم سكلتك أمك يا معاذ كون قويتي يا معاذ يلي فرمت عليه الصلاة والسلام أهما أبا رفع لبحن يا عرب يا بحر السلام كون قويتي يعني عندنا يا بحر السلام كون قول بعتي الحكين يا بحر سرق حبارك بارد لو يتقماني
لكن حتى أبا رب لو يتنك يلي فرمويتي نمو أبا ربك رب هي سكرها يستهل المكيه يتكي ثم دعاك أتكيه أتكي عليه السلام. معاوية بن أبي سفيان وحي يكتبه هنيا مرح يكتبه هنيا يلي فرمويتي كافة بلته هنيا وقنون كهروبه ونمو إلهي سكاية معاك مستقيم معاوية يلي فرموت لك يدوره ما حاي كهور سيئي وي معاك مستقيم اللي فرموت لك يدوره تقول سبب وقات بلا مكاكين دحيه بلا وقات سوما عطبه برسوه يدري يلي فرموت لك يدوره ونمو كهور سيئي وكي اللي فرموت معاك مستقيم dagoon suuga ka buka gariye dagoon suuga gale waqto ma aad gabo wono ka yalli farmayta le kidur alayhi salatu wassalam ay kuuri ma aad mu yalli farmayta kala la ashba allah bakhna yalli hayika kale bagu bay ka fati hayyidin ni yan buka fi akay bagi yalli farmayta alayhi salatu muawiya malik yakke ni ansa ko ma aksa ta yi tabanan muhammad ni makamu kenaya. قال الإمام الذهبي رحمه الله لعمر الله هذا ما يتمناه الملوك ملوك فردان تمهى يمعوك حيوان ما ينتهي لما يقمن مرعا نفسنا ويتوي ملوني يمعنا ويتوي ملوني ما عيب لنين يقمن مرعا وما يقمن فرانا بيكي نكفر وفاء انتهي لا يسخر عني لكن معاوية يلي حيلك أدعى أبا دعاك هتك قدقوا وذلوك ينه معوك حيك ما ننه اللي فرميت وسأكو يهني أنا عن ذلك الكردن تلا أبارك فاتي يمحي لما يدعو عقاتك بنت أم سلمة اللي فرميتي ربي وتحتني في أو كبرت أن تعلوك اللي فرميتي دزال به تنيها أنه نعم معرف فناكات مترتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت لا كبر سنك قرعين أم معرف فناكات تلعو كبر وسيسن دزالتين كان تدلقوا وكالوكو يلي فرموتيدي نفسي تقال لكي نفع نصدو ايهي بيعته يلي فرموتي تلعو يلا بابا ربطاق موت راهم تي انت كالر بيوك عمل ما دهن كالر بس تيوك دزالكو وكاليوك يلي فرموتي انبكو وكاليهي انا رباقت وكام ميوهن يلي فرموتي فرمورو بيني اني تحتني انا وكال تحتيتك انت أنا دعاء أكها بها نهم أبار الله بها نهم مر يستهل المستقوى إيها يتكي فسوك يستهل المستقوى إيها أبار يستهل أن المستقوى إيها يتكي وهو دعاء كاح فرطان دحاي فسي إدوري تيرا بسيدي أنصار فإن اللي فرمي الدعاء دير قفته فكلتك أمك يا معاذ أكاها جميع ويكون قويتا يعني معنى إن يا يا رب معنا يا رب ترى الدهم متني حبيت الحسام متني يعني مسح سيد اللي فرمت عليه الصلاة والسلام عليه هذا عقاتك معاذك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم سنن جرت فوح الدم حاي سنن جرت سنع الدم حاي إلا كان الربط يبع مكتوعي تكي إيه الربط يبع سنمي قفة كن نمتن بولي معنا يلي سرب يرديهن يا مريل نابل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.